هذا سائل يقول: كنت أداعب زوجتي في نهار رمضان فأنزلت، فما الحكم؟ على الصائم في نهار رمضان عليه أن يبتعد عن الأسباب المثيرة التي تخل بصومه، فإذا حصل أن نام أو جلس بجانب زوجته وداعبها وأنزل كما في السؤال، فإن كان إنزاله دفقا بلذة فإنه يفطر وعليه التوبة والاستغفار وأن لا يعود إلى ما حصل منه، وعليه قضاء ذلك اليوم نعم. وليس عليه كفارة، لأن الكفارة خاصة بالجماع. نعم.